آبائي المدرسين، إخواني الطلاب الأعزاء، يا شداد العلم والمعرفة، أرحب بكم في من إلى العلم أجمل تحية، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في بيتكم الثاني، ولما نستفتح عام الدراسة الثاني بآيات ناطرة يتلوها على مسامعكم أخ الطالب، فليتفضل أجر الله. الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. أرحب بكم مرة أخرى في جاحة العلم، أراضة المعرفة، وميدان التنافس، وساحة البناء. مرحبا بكم في مدرستكم العامرة بكم. كم يسرنا اليوم أن أرى وجوهكم المشرقة ونمراتكم المتفتعة، حمة وعزيمة ونشاط وأملا وباسمة لمستقبل مشروق بإذن الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. التزامكم بالآداب و
التزامكم بالوقار واجتهادكم في الاستماع إلى الدروس وأخذها ونيتكم العمل بها. الله يشرح صدوركم، الله ينور قلوبكم، الله يوفقكم لأخذ العلم بحقه والعمل به، الله يدفع القصور عنكم ويلهمكم رشدكم، الله يأخذ بأيديكم إلى ما يوجب لكم الفوز والفلاح وكمال النجاح في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى في هذا الافتتاح وهذه البداية بالدعاء الذي علمه النبي سيدنا الحسن بن علي، ومر يدعوه في صلاة الوتر. أنتم تعرفون صلاة الوتر؟ تعرفون صلاة الوتر؟ ما هي صلاة الوتر؟ التراويح في رمضان والوتر في رمضان، ليلة طول السنة. وردوا عليه قولوا له صلاة الوتر في رمضان بس ليلة طول السنة. ها؟ طول السنة متى؟ رمضان بس. الحين تعلم من اليوم أن تصلي الوتر كل ليلة. سمعت؟ قال لك ما تسمع، مش في رمضان ده. طول السنة سنة للمؤمن يصلي صلاة الوتر. ايش صلاة الوتر؟ يصلي بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. أما يعني ما يدخل وقت الوتر حتى تصلي ليل، حتى تصلي العشاء. إذا صليت العشاء يدخل وقت الوتر. صلي العشاء جماعة ولا وحدة؟ جماعة. جماعة؟ ليش جماعة؟ وحدك ما تصلي جماعة العشاء. أنت تصلي العشاء وحدك، صليت وحدك. جماعة. كيف تقول وحدك؟ صلي العشاء وحدك ولا جماعة؟ لا. ليش جماعة؟ ها؟ ليش؟ ها؟ ليش جماعة؟ صليت حسنين. من أجل ثوابها يكون أكبر وأعظم. صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بكم؟ 27 درجة. إذا صليت العشاء جماعة، صلي ركعتين سنة العشاء بعدين، الوتر. أدنى الكمال فيه 3 ركعات، ركعتين وبعدين ركعة، هذا هو الوتر. علم النبي سيدنا الحسن يصلي في الوتر، في صلاة الوتر يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم مات سيدنا الحسن في كم سنوات؟ ولا بتقولون أنتم نحن صغار، هو كان النبي توفي سيدنا الحسن في 8 سنين. وصلت ثمان ولا وجاوزوا ثمان ولا في 8 سنين علموا الدعاء في الوتر اللي يحافظ على صلاة الوتر في 8 سنين، ما هو في رمضان بس طول السنة. صلي الوتر كل ليلة. يا حد منكم البارح صلى الوتر؟ كم ركعة صليت؟ 3 مواظبة عليها كل ليلة كل ليلة بعد صلاة العشاء. ركعتين بعد العشاء وثلاث الوتر. ثلاث الوتر اول ركعتين ثم ركعة. هذا الدعاء النبي علمه الحسن يدعوه في صلاة الوتر. سميه القنوت، نحن ندعوه ايضا في صلاة الصبح. دعاء القنوت تحفظونه ولا؟ فندعو الله كلنا وكل جميعا. Thank you.
هذا الصلاة على النبي فيها وأهله وصحبه وسلم. أيوه، لكن بعضكم يشيل بعضكم ساكت، ولادكم صوت قليل، بعضكم هدين. نحن الحين ننادي رب العالمين وندعو رب العرش العظيم، الدعاء عظيم، لأن ثاني مرة قولوا كلكم الحمد لله، بارك الله فيكم.